نفى مدير توزيع المنتجات النفطية في محافظة صلاح الدين المهندس عبد الكريم عبد جاسم وجود أزمة للوقود في المحافظة، مبينا أنه حسب توجيهات وزارة النفط وبسبب ارتفاع درجة الحرارة تم اتخاذ إجراءات السلامة حيث يتم تفريغ الحمولات عصرا، معلنا زيادة حصة المحافظة من المنتوجات، داعيا المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار المتحقق. الحقيقة لا توجد أزمة في محافظة صلاح الدين، وإنما هنالك إجراءات نسميها إجراءات سلامة. إجراءات سلامة حسب توجيهات المركزية أنه يكون تفريغ المنتجات النفطية في أوقات دون أخرى بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة الحالية، فلذلك أنه يجب أنه يكون التفريغ في أوقات إيقاف التفريغ للمنتجات النفطية في الخزانات من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة عصرا إيقاف التفريغ. لذلك يحتسب المواطن أنه قلة المنتجات النفطية وعدم توفرها، فأربك الشارع وحس عدم تطمن بعدم توفر المنتجات النفطية. قد حصل هذا في قضاء تكريت دون الأقضية الأخرى من محافظتنا. لذلك نلاحظ انه لا توجد ازمه في ولا توجد ارباك في المنتجات النفطيه وفي انسيابيتها في اقضيه مثلا سامراء، بلد الدجيل وبقيه الاقضيه، فقط في قضاء تكريت لا توجد ازمه. ونطمن المواطن انه تم تعزيز حصه محافظه صلاح الدين بموافقه السيد المدير العام المحترم ومشكور، و كذلك التجهيز المنتجات النفطية في شركتنا، ونطمن المواطن أنه الكمية الآن أصبحت كافية لسد حاجته، وإن شاء الله لا توجد أي أزمة في المنتجات النفطية. بالنسبة لأوقات أوقاتنا من الساعة السابعة صباحا السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وحاليا مددنا الوقت إلى الساعة 11 مساء. ما عندنا أي مشكلة في اوقات افتتاح المحطات.